قال سيدي الشيخ أبو طالب المكي: إن أقل الأكثرية 300 مرة، 300 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى: وإن أوصلتها إلى 1000 صلاة فذاك خير لك، فذاك خير لك. عندما تستزيد من الصلوات والتسبيحات والأعمال الصالحة، أنت يا مسلم تحسن لنفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا. قال: وإن أوصلتها إلى 1000 مرة فذاك خير لك، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. الله أكبر، ما هذا العطاء، ما هذا العطاء العظيم، حتى يرى مقعده من الجنة ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم.